السلام عليكم، انا اسمي تحموتي محمد بلال، عندي 11 سنه، كنقرب المستوى السادس ابتدائي مدرسه المنتزه البلدي بوجده، وكيعجبني بزاف هادشي ديال الاختراعات والتجارب، والطموح ديالي كيكبر، نبغي نكون شي عالم كبير في هادشي ديال الروبوتيك والتجارب والاختراعات. وكان بابا جاب لي واحد البياسة قابلة للبرمجة سميتها أردوينو، مع واحد القطع إلكترونية واحد أخرين واحد أخرى، وما كانش يخليني استعملها بزاف قبل الحجر الصحي، باش ما نتخلاش عن الدراسة ديالي. وكنت درت واحد الفيديو الصلاح كي كتقرب له كيتحل بوحدو، وفي الحجر الصحي درت جابني الفكرة ديال النظارات ديال المسافة القانونية، كي كيكون المسافة ما بين الشخص والشخص قلمات، كتظهر واحد الكتابة وواحد البيوزر كيدير واحد الصوت ما كتخليكش تشوف مليح. هما هاد النظارات كي كيقرب للشخص ولا انا نقرب له، كتظهر هنا واحد الارقام ما كتخلينيش نشوف مليح، وهنا في نفس الوقت كيصوني واحد البيوزر، هذا زدتو انا بالنسبه للمكفوفين ويقدروا يستعملوه حتى اللي كيشوفوا. وكنت درت واحد الاختراعات اخرين، بحال مثلا هذا الرادار وهاد السياره كنتحكم فيها بالهاتف، واختراعات واحد اخرين، واحد يد كتهز المسامير وارجل الي، وبزاف الحوايج غادي تلقاهم في القناه ديالي بلال حموتي. هذا هو الرادار، كيكون ما بين يعني كيكون شي حاجز امام هاد الحساس، كتظهر هنا واحد الخطوط حمراء، وكي تكون هنايا خطوط فقط خضراء يعني راه ما كاين من جهته حتى شي حاجه. وكنشكر بزاف كنشكر اللي دعموني في هذا المجال، والاساتذه ديالي والاب ديالي كنشكره شكر خاص، لانه كان هو اول من شجعني في هذا المجال. وكنشكر الشباب ديال التواصل الاجتماعي، لانهم هما حتى هما كانوا كيشجعوني بزاف. والسلام عليكم. Yeah.